بين جحيم الحرب ومأساة النزوح وانتشار الأوبئة يحاصر ملايين اليمنيين، حتى بات 80% منهم بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة. خيام بالية كانت وما زالت وجهة ملايين اليمنيين الفارين من أتون حرب مستعرة منذ أكثر من 5 أعوام، بالتزامن مع إصرار ميليشيا الحوثي على التصعيد ضد المدنيين واتخاذهم رهينة وورقة للمساومة والتفاوض لكسب تنازلات إقليمية ودولية تخدم أجنداتها. فبحسب الأمم المتحدة فأن أعداد النازحين في اليمن تزيد عن 4 ملايين، 76% منهم من الأطفال والنساء. بيد أن ليس لدى كل النازحين رفاهية السكن في مخيمات لا تقي من حر الصيف أو برد الشتاء، فهناك من اتخذ من كهوف الجبال في مدينة تعز على سبيل المثال ملاذاً له هرباً من نيران الحرب. عايشين عيشة بضنكة، لا معانا لا قلوا لا بيوت مثل الناس ولا ملابس مثل خلق الله ولا فرش مثل الناس ولا أكل وشرب مثل خلق الله. يا حصل العشاء وضع الغداء، حصلنا الغداء وضع العشاء، حالتنا حالة بوري، ما عن أعمالين عن الروح، أين عن أسراح، أين عن وجه. نحن أول مواشي حقنا لقينا نازحين من حضرة من تعز، تمام، قمنا نحن البهام حقنا وأطفالنا واجتمعنا هنا نحن أسرتنا وقمنا ندخل بهذا القرف بنينه، تمام، والآن عايشين بين القمال بين الحناشة بين الأفاعي بين العكيش. ليس مستغرباً توثيق هذه المشاهد في بلد تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، محذرة من فترة أشد قتامة تزهق فيها ملايين الأرواح قتلاً وجوعاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء فوري. قرع الأمم المتحدة أجراس الخطر يأتي بعد إعلانها وقف 15 برنامجاً إنسانياً في اليمن في شهر أيلول الماضي بسبب نقص التمويل، كما تراجعت نسبة توزيع المواد الغذائية ووقفت الخدمات الصحية رغم تفشي وباء كورونا بشكل خطير. صيحات الاستغاثة من الداخل اليمني تتعالى وتتزامن مع تهديد واشنطن بوضع ميليشيا الحوثي في القائمة السوداء لارتهالها بالكامل إلى المشروع التوسعي الإيراني، ويبقى هؤلاء ضحية صراع متعدد الأقطاب في بلد يغص بالحروب والأزمات والويلات.